طيب خلونا نتكلم. احنا يعني في معظم حلقاتنا بنجيب كده بروفايل عن فنان او فنانه سابوا اثر في الفن المصري. البروفايل بتاعنا النهارده عن فنان الحقيقه جميل جدا، هو شفيق جلال. شفيق جلال اتولد، هو اسمه الاول شفيق جلال عبد الله حسنين فتح الباب. اتولد في الدرب الاحمر وهو الحقيقه وحيد مامته وباباه. اشتغل في يعني في وظائف كتير جدا، كان منها مثلا صانع احذيه، بعد كده اتجه للغنى في الافراح وقام يعني بجوله كده من خلال الاقاليم وغنى اغنيات كتيره جدا واغنيات بدويه في الافلام زي مثلا اغنيه يا عم يا جمال سنه 1946، وكان لحنها له طبعا الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. وكمان من اغنياته الاغاني اللي غناها كمان شيخ البلد وموال الصبر وكمان عمران وبهانه وبنت بحري. الفنان شفيق جلال ما حققش نجاح كبير في السينما إلا على إيد حسن الإمام. حياته تحولت لنسخة طبق الأصل من والده، لأنه أنجب طفل واحد بس وعاش لحد ما ربنا رزقه بثلاث أحفاد، لكن بعد كده تعب بالكلى وزاد عليه المرض في آخر ثلاث سنين، ففارق الحياة في 15 فبراير سنة 2000 عن عمر يناهز 71 سنة. وطبعا لحد دلوقتي أغانيه كلنا بنحبها ولسه بنسمعها. مطرب مصري تمتع بأدائه المتميز للموال والأغاني الشعبية، حفر مكانته وسط عشاقه وجماهيره واستحوذ على قلوبهم. إنه الفنان شفيق جلال الذي تحل علينا ذكرى وفاته في منتصف الشهر الجاري. يا عيني عالصبر، يا عيني عالصبر لما يطلبوا عطار ويتمنوا ما يلاقيه، لو دق له عطار. ولد شفيق جلال في حي الدرب الأحمر، عمل في العديد من المهن منها صانع الأحذية، ثم اتجه إلى الغناء في الأفراح ومنها إلى السينما والمسرح. شارك بالغناء والتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، من أشهرها دوره في فيلم خلي بالك من زوزو والجريمة الضاحقة وشفيقة ومتولي. يا مقنطر شو بشي يا مقنطر يا شفيقة يا وجهة المنظر. غنى أغنيات بدوية في الأفلام مثل أغنية يا عم يا جمال، كما لحن له الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. لو عرفوا لكانوا وسوني على القلب العاش محروم. من أشهر أغاني شفيق جلال شيخ البلد، بنت الحارة يا بنت الحارة، وأغنية فيلم ريا وسكينة حصر عليها يا حصر عليها. أنا إيه ذنبي، أنا إيه ذنبي، حدفت للمنديل البندي.